طيب كم حد عايز أسئلة؟ معلش ارفعوا بس ايديكم عالي شوية بوضوح. ناس مكسوفة يعني، في ناس عايزة أسئلة بس مش رفع ايديها. طيب الناس اللي عايزة نكمل بيت الموضوع. طب خد شوية أسئلة نص ساعة ونكمل الموضوع. هم أكتر اللي عايزين نكمل الموضوع. طب خد شوية أسئلة. طب ناخد سؤالين. أوكي ناخد سؤالين نسخن بيهم. طيب في حد بعت سؤالين هقول منهم. هسأل أخي هاني السؤال فيهم. بيقول هل واجهتك صعوبات في سن شبابك زينا ولا لا؟ في إيه بالظبط؟ في ايه بالظبط؟ في شرب سجاير يعني ولا؟ اكيد يعني حاجات علاقات عاطفيه على الاقل يعني زي ما كنا. لا ممكن فعلا اللي بيسال عايز حاجه معينه. مايك. ما ممكن يكون اللي سال السؤال عايز حاجه معينه. صاحب السؤال ممكن يضيف لو انا يعني هو ده السؤال مكتوب كده، هل اللي احنا فاهمينه مظبوط؟ العلاقات العاطفيه الحروب بتاعت الشباب عامه، لو ده مظبوط يبقى تمام. هو مفيش انسان قاعده خالص، وكل انسان فيه نقاط ضعف متفاوته بين واحد للتاني. ان كان في حاجه عامه ان احنا ان عشتم حسب الجسد، كلنا حسب الجسد، بس حسب الجسد في ايه دي التفاوت. لكن كلنا عامه عبيد لذاتنا، عايز احقق مشيئه ذاتي ومستوطنين في الجسد. في ناس ساعات بتبقى ظروفهم خاصة، أنا ظروف خاصة في حاجة معينة، الألم كان حاجة خاصة زي امبارح حكيت مع حضرتك. ثم ما يعرفوش يعني كعنوان عام كان الطريق صعب، حياة صعبة، حياة صعبة جدا، فالحياة كانت الصعبة جدا زي كرة نار. فسمح ربنا في كرة النار دي إن ما مش عقلي ما يشتش، لا مش ملاحق، في ألم جسدي شديد جدا ونفسي شديد، بس فوق ما يتخيله الإنسان. فما خلانيش أصلا أفكر كتير. كمان كان في ألمانيا بيقولوا لي يعني شباب طب سيجارة يعني ما شربتش، بقول لهم بتكلموا عن إيه؟ أصلا العقل ما كانش فيه إمكان يعني إمكانية إن أنا أبحث عن حاجة يعني. ففي ناس ظروفهم زي يوسف في السجن، نقول له ما هفتش تروح كباريه هو في سجن. فأنا بجيب مثال أوضح شوية. ما هفتكش مثلا تروح حمام السباحة، هيقول لنا أنا كنت في سجن. حمام سباحة بتتكلموا عن إيه؟ فساعات في ناس الله بيسمح لها بظروف زي السجن. مش كل الناس هتقبل تبقى في الظروف دي. أيوب قعد فترة طويلة جدا في ظروف قاسية جدا. هل مثلا اتعرض، هيقول لك ما تكملش، اتعرض ايه؟ انا كنت في ألم نفسي. بس انا كانت من اول ما من سن 3 4 سنين لغايه لما حصل الاخطاف، فزي ايه ما عداش وقت الا وانا في نار. ان كان يوسف فتره معينه 13 سنه، ان كان ايوب ما اعرفش 7 وفي اباء قالوا 20 وتفر الوقت. فلا انا من وقت ما اتولدت لغايه لما حصل دخلت المستشفى ومت واتغيرت كل الحياة، لا ما حصلش ان كان زي واحد في سجن. فانا مش نافع السؤال ده. يعني ما هيبقى. لكن طبعا زي اي انسان كل البشر تحت ضعف ذات وجسد مع اختلاف. شاف اللي ينفع لي بيختلف اللي تربوا في الكنيسة برضو، ان في شبع نفسي والناس اللي تربوا ما تربوش في الكنيسة. اللي في الكنيسة في حاجات شبعاهم حتى لو نسبية، ترانيم، اجتماعات، قداسات، في شبع، لقاءات. طبعا اللي بره الكنيسة في فجوات فاضية، دي الميزة برضو. اللي تربوا في الكنيسة انشغلوا بحاجة، لكن اللي ما فيش حاجة خالص ما فيش قيد في العملية إلا لو هو بقى ليه علاقة بربنا قوية أو حصل وبيحصل. لكن بتكلم كقانون عام لا بيبقى صعبة اللي بره الكنيسة. فأنا فعلا كنت جوه كنيسة مع الألم،
وكنت بحب قوي الكنيسة، بس كنت مرتبط بالثلاث كنايس، مش كده، مش حاسس بحكاية الطائفة دي خالص، لأن أنا باصص من هنا من المكان ده، مش من زي كل الناس يقولوا لي لا خلاص النفوس دول ناس ما يعرفوش ربنا. فأنا بقول لأبونا لا، أنا مش دعوة، هم وحشين، أنا بدور على الله، أنا ببص من ناحيتي أنا. لا، الكاثوليك أصلا مهرطقين، بقول له أنا مش دعوة بأبونا المهرطق، أنا بدور على الله، أنا مش رايح أعمل مقارنة. فأنا كنت ببحث عن الله، ما كنتش بيهمني فرق الطوائف. فأنا كنت مشغول مع ألم، فدي اللي مخلية الموضوع يمكن مختلف شوي. أوكي. حد بعت سؤال بيقول هل التدريبات الروحية لكل المؤمنين زي الصوم والإماتة؟ في طريق لا نقاش فيه مع اختلاف التدريب. تدريب الأنبا شنود رئيس المتوحدين غير تدريب اللي الله علمه لنوح. تدريب كل واحد يختلف، لكن في قانون عام في الآخر لنسلك في ذلك القانون عينه. حياة المسيح هو القانون. ممكن يكون أب اعترافي أو مرشدي أو الأسيس أو أي حد، ممكن يكون ابتدى بداية بسيطة وأنا عايز أوصل للكمال، فمهما هيقول لي هو هيقول لي على الحتة اللي هو واقف فيها. دي كتير قوي ربنا قالها لي الموضوع ده، قال لي حتى مش كل الرعاة أمنا كانوا يقولوا للناس بص ممكن أنت حابب حبيبي توصل للكمال، أنا لا، عدى العمر بي، أنا وقفت هنا، ينظر تلاقي واحد أمين. فبغض النظر في ناس أمينة أو لا، بديهي مستحيل إنسان هيرشد حد إلا عند آخر حد هو وصل عنده. صحيح. لأنه ما يعرفش هيعلمك إزاي تعبر سلسلة الجبال وهو أصلا ما طلعش. صحيح. ممكن يكون يقولك أنا قريت في الكتاب كذا، مش نفع المسيح اللي فيه، مش هو فهو الله سيظل هو الراعي الصالح. حتى لو أنا قاعد مع 10 يوحنا معمدان سيظل الله الراعي الصالح. ليه؟ لأن القيادة داخلية، قيادة الروح، كان يسوع ينقاد بالروح. فمهما كان اللي قدامي بيحكي لي اختباره شجعني أو صوت صارخ زي يوحنا المعمدان، سيظل برضو إن الحاجات دي من برايا مش ده ما يبنيش. يعني ما نقلتش بعد، ننتظر سياق الروح القدس لكل شخص فينا. أسمع كل واحد كصوت وأعرف إنه مش أكتر من صوت. القيادة من الله من جوايا. الله اللي جوايا هو اللي بيكبر، هو ده اللي عايزه. ده في ناس عاشت وماتت ما فهمتش كده، هو عايزني أنا أفنى. والله اللي جوايا زي ما اتولد في العذراء كجنين وكبر، هو عايز كده. فمش كل الناس فهمت النقطة دي. الإنجيل هو إنجيلي، يعني الطريق اللي ربنا جه ورهولي ده طريقي، جه وراني اللي أنا مفروض أعيشه، مش اللي هو مفروض يعيشه ويلف اللفة دي كلها عشان يبقى عنده قدرة عشان يتمم الفداء. كتير قوي ضايع منهم الحتة دي، مش محتاج رب اللف اللفة دي كلها ويهرب لمصر. ايه علاقة هروبه لمصر وروحه للهيكل وفي البرية بقدرة الفداء؟ ملهاش علاقة. ده هو بيوريني الطريق. فالإنجيل هو أنا، ده طريقي أنا اللي هو جه عاشه عشان ما حدش يبقى لي عذر. بعد كده أي حد بيوعظ أو بيتكلم عن اختبار أو ده صوت محتاجينه طبعا، ونتمنى كل الناس تبقى أصوات قوية زي عن، لكن لو فرض ما فيش أصوات سيظل الله اللي جوايا هو اللي الطريق، هو يعني ولادة الله فيا بشروط، وابتدى يكبر لسه اللي هنبتدي يعني إيه الخطوة الأولى، إيه الأساس. لكن ما فيش حد هينفع يمشي الطريق بدون ما الله يطلبه بالإماتة أو الصوم، ما ينفعش، لأنه هو ده الطريق. كلمة أنا هو الطريق باختصار شديد جدا، اللي هو يعني هو جه ورالي بنفسه نموذج عملي. وكلمة أنا هو الطريق يعني هو نفسه لما بيكبر جوايا بشروط معينة، هو كده أنا ماشي الطريق، بيكبر جوايا كل ما أنا أموت. فهو كل حاجة عملها هي الطريق اللي مفروض أنا أعيشه، وعن طريقه هو لما يبقى جوايا ويعيشوني. فهو ده أنا قصدي هو الطريق. لما يجي يوحنا عمدان يحكي لي حاجة هيبقى صوت يدوبك بس بيشجعني، بيلفت نظري، آجي بعد ما روح له يقول لي بقى روح للعريس، أنا صوت بجمعكم بصفر ليكم عشان تيجوا. أي حد مهما كان زي ما أنا قلت، لو جم 100 واحد إليا ويوحنا عمدان هيبقوا أصوات، لكن الطريق هو عرفت أن المسيح يتولد فيا وأنا أتشبه أو أسلك كما سلك عن طريقه هو اللي جوايا. بس جميل. وضحت أعتقد النقطة. لو صاحب السؤال ما وضحتش يقف ويقول يعني أعتقد وصلت يعني.
طيب نكتفي بالسؤالين دول ونخلي في ناس عايزة حضرتك ترنم الترنيمة، فممكن نخليها بكرة. ماشي. ترنيمة ايه؟ اللي هي بتاعت عظيمة وعجيبة. بس مفيش أورج هنا. في أورج بس. طب نخليها بكرة. نخليها بكرة، في هيبقى في وقت كده نعمل فيه. ويفضل اجيب الأورج. الأورج بتاعي مش في القاهرة. انا اسف. طيب نكمل الخدمة. حبيبي بتاعتي. ماشي. برضو لو في حد عايز يسأل سؤال سريع. طيب نكمل. حد عايز طب يسأل سؤال عن اللي فات؟ هل الكلام اللي فات كان واضح؟ وفي حتة بس بتاعت البابين. أنا هو الباب، المسيح هو الباب، وفي بيقول ما أضيق الباب اللي أنا همشي فيه، إنه ضيق قوي قوي. المسيح بيقول أنا هو الباب، يعني ما ينفعش حد يوصل، ودي تأييد الكلام اللي بنقوله من شوية، ما حدش يقدر يوصل غير عن طريقه، عن طريق هو فتح ذهني، وعن طريق الحياة اللي هو عاشها. فأنا هو الباب، المسيح هو الطريق والباب. المسيح هو الطريق، يعني حياته اللي عاشها ده أي إنسان عشان يوصل لصورة الله ومثاله ويبقى ابن لله لازم يعيش ويسلك كما سلك المسيح. بس إزاي؟ عن طريقه هو. فهو الطريق في أنه ورانا نموذج عملي، والطريق أنه هو عن طريقه هو هيعيشني أنا. هو الباب اللي هو عن طريقه تم غفران خطية في كل الطريق، وأنا ماشي بقى بس غفران خطيه مش هو الطريق. ودي نقطه اساسيه قوي المسيح قالها لي، كان اول مره اسمع العباره دي. غفران الخطيه مش هو الطريق لي، انا ماشي الطريق، انا عايز اوصل لكنعان، وانا وماشي من ارض فرعون بقع كل شويه. المسيح بيوعدني كل سقطه وكل ضعف بيلغيها وكاني ما اخطتش، وبيتصلب مكانه ويموت كويس. لكن لما طلعت من الحفره رجعت فين؟ مش طرت في الهواء ورحت كنعان، يعني كبرت وكنت طفل وبقيت سوبرمان في لحظة. لا، في طريق يوصلني لتلك الصورة عينها. لكن غفران الخطية هو رجوع للنقطة اللي وقفت فيها. هل وضحت الحتة دي؟ هكملها بمعلومة على أساس أن في ناس بيقولوا لا، المسيح وغفران خطيته هو الطريقة، بس الطريق لإيه؟ لو كان هدفك تدخل السماء وبس عشان ما تروحش الجحيم، يبقى الصليب هو طريقك. وضحت الحته دي؟ لكن كنت عايز تمشي زي ما سالك المسيح، زي ما قال في رساله بطرس الرسول ان هو عاش ممات في الجسد، ترك لنا مثالا لكي نتتبع خطواته، او كما سالك ذاك في رساله يوحنا نسلك نحن ايضا اننا اكبر زيه. لا، ده مش في يوم وليله. المسيح وراني كان نموذج عملي في 30 سنه، مش شرط 30 او 20 او 40، لهم فتره طويله. يعني لازم انمو في القامه والحكمه والنعمه واعرف الفرق. لازم أهرب لمصر، ودي محتاجة أوقات، بس كعناوين لازم أبعد واستنى قيادة روح الله. ما رجعش غير لما ربنا يقول لي مات اللي كان يطلبك فرجعت. ففي حاجات لازم أعيشها وأعملها وأتنازل وأتعب فيها، مش أنا بتفرج على الفيلم وأقرأ الإنجيل بتفرج على فيلم ومستني الفيلم يجي عند الصليب وقول هي المسيح رفع خطيئتي. أي بس مش طريق ده، لغالك السلبيات. لا، فين البنى؟ لا، هي برضو هو الطريق. أيوة، فين الهيكل اللي بنيته؟ لا، برضو هي هو. فالمسيح من ضمن الحاجات النقاط اللي هنقولها اللي هي لما في لوقا 14 بيقول لما واحد عايز يبني البرج، مش هي الأول يقعد يجلس ويتشاور هل هي الأول هيقدر يبني ويحط الأساس ويكمل وخد فكرة، ولا هو مش فاهم حاجة فيبتدي مش عارف يعمل ايه فيخلي الناس اللي حواليه يضحكوا عليه؟ عارفين المثل ده؟ اي انسان اراد ان يبني برج مش الاول بالظبط. فحساب النفقة فيها نفقة، يعني ايه نفقة؟ لازم انفق عليها، في حاجة لازم اتركها، لازم كل كلام المسيح الزام، ليس احد ترك بيت. في ناس جابت كل الآيات بتاعت الإلزام دي ولمتها، معرفش حطتها في كرتونة وقفلت عليها ورمتها البحر. ليه؟ لأن طريقهم يدخلوا السماء وهو غفران الخطية حقق لهم اللي هم عايزينه كويس. لكن ليه المسيح عاش كده؟ في ناس مش عايزة تفهم. طب ليه ألزمني بكده؟ فناس مش عايزة تفهم.
لكن الله بيكلمنا مش عن اني انقذ من جحيم، بيكلمنا عن صورة عايزنا اوصل لها، والصورة دي محتاجة طريق، وعشان امشي الطريق ده لازم اقتنع وافهم من البداية ان في صورة تشوهت، لان الانسان رفض الله يكون راسه، ورفض يكون الله هو شهوته ولذته وبهجته وشبعه، اختار قرمة تانية. عشان كده اتخذت منه النعمة واتسلبت منه كل المقاومات اللي أعطت ليه، لأنه كان هو زي إناء نقي جدا جدا مهيئ للامتلاء من النبع، اتخذ منه الإناء. الأحساس اللي كان معطى ليه أحساس البراءة أنه عريان ومش فاهم، اتخذ الأحساس الطهارة، فلقي نفسه عريان، ابتدى يشعر ويحس، ده معناها أن طبيعته اتغيرت. فالموضوع اللي كان بالنسبة لي غامض وما لقيتش حد جاوبني على السؤال ده، فخلاص النفوس في وادي النطرون، ليه آدم ربنا ما سمحوش لما غلط؟ ما حدش جاوبني. في اللي قال لي لا، ما هو ذبح حيوان وده دليل على أن سمحه. كويس، ليه طرده لو كان سمحه؟ هو الحقيقة في نقطة غريبة شوية تايهة، يعني غامضة. الله سامح آدم، بس آدم ما طلبش بندم الغفران. يعني إيه؟ الله بيقول لنا من جوايا أنا ماشي في الطريق بقول مغفورة مغفورة مغفور لكم خطاياكم، بشجعكم من البداية، أنا بقول لكم مسامحكم، أنا مش زعلان منكم. وقال لآدم أنا مش زعلان منك، أهو أول حاجة ذبحت حيوان، بس هو كأنه مش هنا خالص. الصدمة اللي هي جات له، التغيير الطبيعة، بس طبعا ده مش عذر. هو آدم من جواه ما كانش فيه الأنين والإحساس والدليل إنه هو لما قال له إيه اللي أنت عملته ده، مالوش سامحني، قال له أنت اللي غلطان، المرأة التي أتيت بها إلي هي الغلط، فأنت غلطان وهي غلطانة، باشا باشا، المرأة التي أعطيتها لي. طب يعني بالصعيد يحط في عينك حصوة ملح، انت بقيت عريان ومستخبي زي الفران، قل له انا ضاعت، يعني اتكلم كفار، انت مستخبي، اتكلم بالحق الوضع اللي انت فيه، عبر عنه وقول انا اسف. لا، فمش موضوعنا ادم خالص، الموضوع الله بيكشف لنا قد ايه هو بيتمنى، بيشجع بكل ما يمكن تشجيعه، وبيدي حقوقه مش حقوقه. يعني آدم ما يستاهلش يذبح حيوان ويقول له أنا مسامحك ودينا أهو بكسيك من العري عشان ما تحسش بالخجل وكده، ولا هو لا يبالي. فالله بيورينا أنه هو بيعمل ما بداله من ناحيته هو، بس لما كساه وذبح له الحيوان وسامحه، هل رجع للطبيعة اللي كان هو فيها؟ هي دي النقطة اللي تايهة عن ناس كتير. أنا قبلت أن المسيح يكون إلهي، قبلت الله يكون هو الله إلهي، وقبلت إن هو هيموت عني، وقبلت معمودية يحل بروحه ويبتدي يعمل فيا. في اليوم اللي قبلت، هل أنا بقيت صورة الله ومثاله؟ في ناس قالت آه، ما حصلش عمليا، ما حصلش، ما كانش ربنا قال إن ما أضيق الباب وأقرب الطريق، ما كانش قال في لوقا 13 من الآيات الدقيقة قوي قوي في العهد الجديد زي لوقا 14، لقى 13 لما قال له يا سيد هل قليلون هم الذين يخلصون؟ ما قالوش صدقني آمن اقتنع، لا، قال له كلمة واحدة، ما قالوش اتعمد، ما قالهوش غير كلمة واحدة، حد فاكرها؟ يا سيد هل قليلون الذين سيخلصون؟ يا سيد أقليلون هم الذين يخلصون؟ حد فاكر المسيح رد قال له ايه؟ بالضبط، اجتهدوا، قال اجتهدوا، ما قالوش اتعمد، ما انا لازم اتعمد، ما قالهوش اي حاجه غير اول كلمه قالها له، القى الضوء على في فعل لازم تعمله، اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. ليه ما انت اللي هتدخل لنا وهتموت لنا؟ اي طب ما حصلش، في حاجه لازم تبنيها، في حاجه لازم تتبعها. هو ده بقى الفكره بتاعه سفر العهد القديم من اللاويين كلها، أنواع الذبائح دي كلها. ناس كتير ببساطة قالت هو ده المسيح. طب الله بيقول لنا، يعني أبسط حاجة السيد المسيح قال لي، هل أنا بلزمك أنك تذبحني؟ أقعد سفر كامل أقولك اذبحني بالطريقة دي؟ أيوة، أنا من ناحية الخطية صح أن أنا بموت، لكن أنت لازم تموت عني، زي آيات كتيرة بتقول إن متنا معه وإن صرنا متحدين بشبه موته والموت يعمل فينا. في ناس
مش قادرة تقبل الفكرة فتعدي الآيات دي وبتفكر بعقلها وتقول لا دي معناها كذا دي معناها كذا. لكن الحقيقة لا، في حاجة لازم تموت وليس أحد ترك. الحقيقة لازم حاجة أتركها، والحقيقة لازم أبذل نفسي، وهو قالها كتير جدا، من أضاع نفسه كمان، ودي أعلى حاجة اللي هي بتوصل للقمة. والحاجات دي ما صعب أن السمكة تقتنع بيها والطفل يقتنع بيها، لأن لسه تفكيرنا كطفل. فعشان كده الموضوع النهاردة يعني إيه الخطوات، بداية الخطوات أو الأساس، إيه أول خطوة الواحد عشان يوصل؟ أول حاجة لازم يفهم الصورة الأولى كانت إيه، إن المفروض أبقى عضو في الله. طب الصورة دي يعني هلكت ليه، ضاعت ليه، خربت ليه؟ لأن الإنسان رفض يبقى الله إلهه واختار مصدر شبع ولذة غيره، فضاعت الطبيعة. طب فالوقت حصل لنا إيه؟ حصل لنا بقينا زي أعضاء في كارما تانية، وبقينا حسب ظهر هذا العالم. والقديس بولس اللي جهد فترة طويلة على الأقل 10 سنين، جه في روميا 7 قال حتى الشر اللي ببغضه إياه أفعل. طب أنت بتبغضه، طب ما أنت تعمدت، طب ما أنت الله ابتدى يعمل فيك ويتولد جواك. ظلك كان بيشفي المرضى، ليه بتصرخ وتقول ويحي أنا الشقي من ينقذني من هذا الموت؟ قال لأن في ناموس تاني. يعني ناموس تاني جواك عفريت؟ إيه السر في الحتة دي؟ إزاي أنا بناموس ذهني إذ لست أفعل ما أريده، إذ لست أعرف، ودي أصعب كلمة مخيفة جدا في الصورة اللي وصلنا، لست أعرف ما أنا أفعل، مش لست أفعل ما أريده، لا لست أعرف، أنا مش عارف أنا بعمل كده ليه وإزاي، لست أعرف ما أنا أفعله. ربنا لما فتح ذهني عليها أنا ترعبت، مش لست أفعل ما أريده، لا لست أعرف ما أنا أفعله. ليه محطط لك بنج، مدي حد مدي لك حقنة بنج، حد لاغي عقلك؟ قال في ناموس LAW يعني قوة سلطان، في حاجة بتتحكم فيها. هناك في ناموس آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويزبيني لناموس الخطية. القديس بولس شفته في رؤية كتير بيقول لي مفروض كل الكنائس بكل طوافها ما تتكلمش غير على الموضوع ده، إن حتى اللي بيبتدوا الطريق وحتى اللي بذلوا وحتى اللي تعبوا ومشيوا زي ما أنا مشيت وتعبت أكثر من جماعة، مش في يوم وليلة ولا في شهر ولا في سنة أنا تحررت تحرر كامل، أنا تغيرت تغيير كامل، أنا وصلت للصورة عينها، لا في فترة طويلة هيبقى فيها حرب لغاية القيامة. يعني النقاط دي كلها احنا بس بنبتدي البداية، نعمة ربنا بكرة هنكمل، بس اللي هي مش الناس مش واخدة فكرة كاملة عن الخطية أو الصورة الأولى إيه هي، والخطية دخلت إزاي، بقينا إيه، وإزاي نعالج. ففي ناس مش فاهمة، والعلاج يكون بخطوات، والمفروض نوصل للصورة اللي هي القيامة. القيامة يعني واحد بيطلع من القبر، والقبر هو الجسد اللي كان بيزبيني كل شوية أعمل حاجات أنا عن نفسي مش عايز أعملها، وكأني في قوة تانية. القوة دي جت منين؟ المسيح قال لي ببساطة، لأن أنا لما خلقتك مش مصممك تبقى كيان مستقل بذاتك، مخلقك بطبيعة تبقى غصن أو قرمة، أنا أكون راسك. إما أنت تختار أكون أنا راسك والقرمة اللي تحيا وتتحرك والوسط كأن حياة أبدية، يا إما لو أنت حتى لو ما اخترتش القرمة التانية، لكن مجرد أنك رفضتني حتى لو ما جاتش سحلية ولا حية ولا حوة. لأن السؤال اللي كنت بسأله من آلاف الأسئلة، آدم لو ما جاتش حواء وما كانش فيه شجرة أصلا ولا سحلية ولا تعبان، كان إيه اللي هيحصل؟ كانت الصدمة. المسيح قال لي برضو كنت هطرده. طب ليه؟ لأن قال لي لو هو الموضوع مش في إنه عمل خطية، الموضوع أنا خلقه الهدف، كون إنه هو مش عايش الهدف ده يبقى إيه لازمته وجوده في حضور الجنة؟ هي وجود في حضور الله، هو رافض حضوري. النقطة دي غريبة شوية، بس يا ترى هل وصلت للكل؟ آدم لو ما أخطاش، آدم لو ما كانش فيه حواء، كانش فيه شجرة، قاعد كده هو زي الأرنب، زي المعزة، بياكل ويشرب ينام، ياكل ويشرب ينام، ياكل ويشرب ينام، عدت 100-200 ألف سنة، ياكل ويشرب ينام، ياكل ويشرب ينام، ياكل ويشرب ينام. السؤال ده سألته في مدرسة الأحد، قالوا لي طبعا كان هيعيش للأبد. قلت لهم إيه، ياكل ويشرب ينام، ياكل ويشرب ينام؟ قالوا لي هيعيش للأبد. طبعا مش مقنعة. طب النقطة دي تايهة، اللي هي الحلال والحرام مش واضحة للكل، هل وضحت؟ آدم لو زي ما المسيح، طب نقولها بآيات نأيد، لو فعلت كل ما أمرتم به
قولوا ان انا قديسين. لا، ما انا ما فعلت كل ما امرت به، انا مفروض ابقى قديس في معايير الناس. لو فعلت ما امرت به، يعني ايه فعلت ما امرت به؟ ما قتلتش، ما شتمتش، وما حلق، ما عملتش ولا خطيه سلبيه، اذا انا قديس. ليه؟ انا ما عملتش السلبيات، فانا بطال. انا خلقني ربنا الهدف، مش خلقني لكي لا افعل خطيه. المصطلحات دي انا ما سمعتهاش غير من سيد المسيح في رؤى. انا ما خلقتكش تبقى بلا خطيه. قلت له ازاي ده؟ انا تخيلت ده القمه، بلا خطيه. قال لي ما خلقتكش تبقى بلا خطيه، انا خلقتك تبقى كامل على صورتي وتمتلئ كل الملء. وده محتاج جهاد طريق طويل في الزامات انا الزمتها لك وانا عشتها بنفسي، وبناء مركب. وعطيت لكم امثله كتيره جدا في العهد القديم. كل ده طبعا كل شويه زي ما الكتاب بيقول عن التلاميذ فتح ذهنهم. اذا ادم لو ما عملش ولا خطيه كان هيطرد؟ قال لي طبعا كان هيطرد. انا خلقه عشان امتعه بيا ويبقى جوايا، وده في شروط. حتى انا كنت دايما بسترسل في الاسئله، طب ادم كان مفروض يعمل ايه؟ قال لي كان يكلمني، ولما كان يكلمني ويتصل بيا بكامل ارادته كان هيبتدي يشبع مني، كان هيقلل الاحتياج للعالم وللجنه، هيقلل احتياج لو هو بياكل، احتياجه للاكل، يقلل احتياجه من الزهق، يقعد يتفرج يتمشى، هيقلل احتياجه لاي عامل نفسي يريحه نفسيا، اي عامل جسدي يشبعه، هيقلل الاحتياج. فهيوصل للنقطه بعد الشبع بالتدريج انه كان عايش السماء، وهو دي الحياه اللي انا خلقته عشان. هل وصلت النقطه دي؟ هو خلقنا عشان حياه معينه اعيش معاه، احيا وتحرك واوجد في عالم روحي يكون هو كل حاجه، شبع روحي، هو الوجود، هو الحياه. ليه الحياه هي المسيح؟ ناس كتير مش فاهمه الايه دي، يعني هو حياتي، يعني زي العضو ده هو الجسم حياته، مش محتاج يروح نادي، او مش محتاج زهقان الحاجات دي. ما حدش قالها لي السيد المسيح فروع كتير. عمر ما الصباع في يوم من الايام يقول اكتفيت، زهقت، طهقت، عايز اروح اي مكان. لا، هو متصمم ان يلاقي كل شيء في الجسم. عمره ما جه الصباع لوحده كده قال انا عايز اكل حتى، واتحط في عصير ولا شوربه ولا لبن، لانه في الجسم زي الغصن مش محتاج اي شيء، لان القرنه بتمده بكل شيء، نفسي وجسدي وروحي وعاطفي كل شيء. بس ما حدش هيفهم الحاجات دي غير لو عاشها. فالله كان خلقنا الحياة في السماء. الحياة اللي في السماء ما فيهاش غير روح فقط، حياة روحية 100%، وده اللي هيكون. سينظرون وجهه زي ما قال في آخر إصحاح في سفر الرؤية. يعني الحياة كلها هو زي العضوية فيه، ولأن الناس ما اختبرتهاش فمش قادرة تفهمها، لأن بالمعيار المادي أنا حياتي في الشيء الشبع الجسدي ويكون شهي ولازم أغيره كل شوية، احترام الناس، فلوس، لبس، دنيا. في ناس قالوا لي لو ما طلعناش من البيت كم يوم ممكن يحصل لنا حاجة في عقلنا. قلت له لأن العالم هو حياتك فأنت بتقدرش تستغنى عنه. قال لي لا، المسيح هو حياتي بس بزهق. قلت له طب ما هو في السماء يبقى أنت هتزهق. ولأن الشخص ده كان صادق قال لي ما فكرتش في الحكاية دي. وفي ناس قالوا لي لو ما طلعناش يومين برا، يعني لو قعدنا في أوضة ممكن نموت. ليه؟ لأن العالم حياته هو مش دريان. لو ما كلناش يومين ثلاثة والحاجات اللي أنا بحبها، يعني حتى لو هي نفس الأكل بس مثلا ما تحطلوش ملح برضو مش هينفع. يعني احنا بدل ما نبقى كاملين فيه أو هو كملنا يعني في كل شيء، لا، احنا الحقيقة لنا ألف حاجة احنا بدونها ما نقدرش نعيش. فول من غير ملح، طبيخ من غير مش عارف ايه، ده بيبقى حياتي دي، لان اذا المسيح مش حياته. طب في السماء مفيش كده؟ في ناس قالوا لي لا، انا مطلوب اكل كل حاجة ولما نطلع في السماء هنتغير. الفكرة دي بقى مش واصلة له. ما كانش يبقى جاهد ربنا وقديسين كتير عشان يوصلوا للحالة دي، ان انا مكتفي بالله واخترت كده واثبتت له بالالزامات اللي هو طلبها مني. بس زي ما قلنا، زي احنا لسه اطفال مش قادرين نقتنع ان الموضوع مش هيجي يوم وليلة. هو ده اللي ربنا بيشرحه لنا في العهد القديم، ان في خطوات بدائية لو الانسان عملها بالتدريج، ولو كان ادم عملها الله نفسه هو اللي هيغيره. ولما هيتغير هيبقى بطبيعة تانية، الطبيعة دي هتنفر من كل حاجة كان بيطلبها بالجسد، والشيء اللي كان فاكره وعايشه ربح طلع مش غير ربح.
دي اللغز في آيات فيها الغاز مش واضحة، ده هو لما اتغير لطبيعة تانية بقى الأشياء دي خسارة عليه. السمكة لما تحولت لحمامة اللي كانت بتقول ما اقدرش أسيب المية لأن لو سبتها دي هموت، هي مش فاهمة هي هتتغير لطبيعة. الطبيعة دي في الوسط التاني اللي هو الهوى في كل شيء، فالناس مش فاهمة النقطة دي. يا رب تكون وصلت. الله عايزنا خليقة جديدة بس بكل الأبعاد، مش إيحاء أنا تعمدت فإيحاء أنا بقيت خليقة جديدة، لا. قديس بولس بيقول أما نحن الذين لنا بكورة الروح، هي بكورة رصيدة تحط لك في بنك، ربنا بيقولك ابتدئ. في ناس اعتقدت أن الفلوس دي أو الرصيد هو الهيكل أو البرج، لا، البرج ده أنا لازم أتعب فيه. فكان أول تعليم ربنا قالهن الفلك أن لازم في حاجة أنا أعملها. وصلت النقطة دي إن في طبيعة ربنا خلقنا عشانها، الطبيعة دي بتلاقي في الله كل شيء، بس عشان أوصل للطبيعة دي في تغييرات كتيرة لازم أتغيرها. عشان كده العهد الجديد ابتدى بنسب، والصفحة دي أنا زمان كنت بقلبها على طول أسامي مكلكعة بقى وإبراهيم ومش عارف إيه ومش عارف أسامي غريبة كده هو، ومش عارف إبراهيم وخلف إسحاق وإسحاق خلف يعقوب، وتيجي أسامي صعبة فإحنا لكليك فنعديها. تاري ربنا بيقول لنا في العهد الجديد أنت عشان أنا أتولد منك لازم مش تتغير مرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة، أنت كل شوية بتتغير لغاية لما حاجة بتموت فيك ويقوم شخص تاني، كل شوية حاجة تموت فيك وتاخد ما أنا بكبر فيك فبتقرب أهو على صورتي، بتقرب في الغاية لما سمكة تحولت للعصفورة. فكل العهد القديم احنا كنا بس عايزين نتكلم على نقطة مش الفلك، اللي هي سفر اللاويين ابتدى بذبائح المحرقة. ذبيحة المحرقة دي بتتكون من ثلاث أنواع، الطور وبعد كده الخروف وبعد كده الطير. عايز يقول لنا ربنا ناخد فكرة بسرعة، سفر اللاويين بيتكلم عن ذبائح محرقة، ذبائح سلامة، ذبائح خطية. دي عبارة عن ايه؟ أنواع ذبيحة، يعني جهاد بشكل معين، في شيء بيتذبح، في شيء بيموت فينا، ولما يموت فينا يا رب بس العنوان يتفهم، يعني أهم من السفر كله العنوان. لما يموت فينا في إصحاح واحد في سفر اللاويين بيقول الكتاب فيرضى الرب عنه، أو مرة تقال تانية يشتم الله رائحة رضا. مين رضا ده بقى؟ هل هو ابن أم رضا ولا دي حالة؟ أنت الوقت يا رب بترضى عن إيه بالضبط؟ يعني أنت لما إيه اللي يفرحك بالدم ده دم بنموت ناس، بترضى عن إيه بالضبط؟ حد عنده فكرة إيه الدم ده والسلخ وكوارع مكتوبة كده أكارعه يعني؟ طبعا اللي مش بيحب الكوارع فمش هنتكلم عن سفر اللاويين، لكن لو حابين الكوارع ندخل فيه، لكن كعنوان عريض. حد عنده فكرة ليه الدم ده كله دم دم دم، وإيه اللي يفرح ربنا في الدم؟ هل ده في ناس قالت كل سفر اللاويين المسيح دم 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 دبح 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 وكل الأشكال دي هو المسيح؟ طب هو مكتوب عن للمسيح أخد فكرة عن أنه هو الثور، هو الخروف، هو ده أول صفحة، وهو الطير ماشي، واللي بعده هو ذبيحة السلامة، واللي بعده هو ذبيحة الخطية، واللي بعده طب أنا الوقت أعمل إيه؟ ما تعملش. حد عنده فكرة ليه الله كتب السفر ده للبشرية إذا كنتوا أنتم من البشر؟ يعني أنتم من البشر، حد عنده فكرة السفر ده رسالة الله ليكم أنتم البشر عنوانه إيه؟ الهدف أو البنيان اللي فيه؟ اقتران بالله، زي جاية من اللفظ بتاعه لوين، يعني لاو يعني يقترب. رائع. فعشان نقترب بالله ليها مواصفات وليها شروط. رائع. على درجات معينة. النفس في الدم، فعشان خاطر حياتي تبقى حياة الله لازم الحياة السابقة اللي أنا كنت بستمدها من مصادر مختلفة تبتدي تموت وتتصفر. تتصفر. وده يرضي يعني تخلى الله يرضى يعني عني؟ دي أكتر حاجة تخلي الله راضي عني، إن الحياة اللي كنت بحياها قبل كده
زي ما الحيوان بيقولك ان النفس حياته دمه، وقعد بقى الناس تشكل بقى في الأمثلة، حاسب ما تأذيش قطة علشان حياتها في دمها ودمها في حقها، ومش قادرين كانوا يفهموا الناس الله كان قصده ان الدم ده هو كل شيء كنت بحيا بيه غير الله. الحيوان اللي هو انا قبل ما اتغير لصورة الله، او قبل ما ابتدي انا زي اي حيوان، ودي حكمة الله ان خلق الانسان في اليوم السادس مع الحيوانات وكفصيلة من فصائل الحيوانات، ودي حقيقة. قبل ما الانسان يبتدئ يتغير يمشي الطريق يتشكى على صورة الله، ما يفرقش بينه وبين الفار، بين المعزة، بين الارنب، وان كان في حيوانات نافعة، بس معلش نديله شوية الإنسان يعني نفخم فيه شوية زيه زي الحيوان. وإن كنا احنا طبعا نزلنا عن الحيوانات تماما، بنقتل بعض، من لا يحب أخاه هو قاتل نفس. فبيقول لنا ربنا من البداية أنت زيك زي أي حيوان. طب والحيوان ده اللي يفرحك لما يتذبح وينزل دمه لأنه بيحيا بالدم؟ أيوة. طب ده معناه إيه؟ إن الإنسان الوقت مولود بيحيا بحاجات كتيرة، وبدون الحاجات دي هيبقى ميت. في ناس قالوا لي لو انا ما اشتغلتش وقعدت في البيت انا ميت، لو ما احترمتنيش الناس انا ميت. يعني ده حياتك، الفلوس والشغل، وانا لقيت نفسي في الوظيفه دي لان الوظيفه هي حياتك. طبعا هو مش خطيه، لكن هو مش مفروض تبقى حياتك. لكن الناس وهي مش دريانه، لا هي حياتها، الأكل والشرب هي مش خطية، بس هو الله بيقول لنا بس المفروض ما يبقاش حياتكم. فالبداية بداية احنا بقينا خلاص اتشالت مننا النعمة، وزي ما قال في أفسس 2 أدق وصف للإنسان المولود بالجسد في السفر أفسس 2، صرتم حسب ظهر هذا العالم، صرنا حسب رئيس سلطان الهوى زي ما هو بيحرك. الصورة دي عشان تبقى صورة الله ومثاله لازم البداية، أول خطوة، قبل أول خطوة في خطوة، إن أنا أريد وأنا فعلا يبقى في نيتي البحث وإني أفهم من الله قبل حتى ما أعمل، لازم يكون صادق في إن أنا عايز. الصفة دي لو مش موجودة مش هدخل في الخطوة اللي بعديها. المسيح هو ماشي في الشارع أول حاجة كان بيقولها إيه؟ أتريد أن تبرأ؟ توبوا قد اقترب من ملكوت السماء. تروح لواحد أتريد أن تبرأ؟ فإحنا كلنا مرضى، طب ما تشفيني، لازم أنت عايز. نزفة الدم اقتحمت، جاب لنا أمثلة كتير اللي كان عينيا قعدت تصرخ لدرجة زهقت الناس. فأنا البداية لو أنا ما عنديش النية أفهم النية، أعرف منه هو مش من يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان دوره صوت، تعالوا صوت، بيصوت أنا صوت، قالوا له أنت كذا كذا، قال لهم أنت مين؟ قال لهم أنا صوت، مش أكتر من صوت. ليه؟ لأن أنا لا عريس ولا مصدر حياة، هو العريس. طبعا عمدنا، طبعا في ناس عاشت وماتت مسيحيين وشيوخ مش فاهمة الكلمة نفسها، لا ختان ولا معمودية بجوهرها. يعني ايه معمودية؟ يعني ايه عمدنا؟ قال أنا بعمدكم بمية. يعني ايه عمدنا؟ يعني ايه معمودية؟ يعني ايه اتعمد؟ دي صفة، بس هي مثلا هي حاجات كده كتيرة مع بعض. نفس الفكرة موت وقيامة. برافو عليك. هي كذا حاجة، هي انا كنت عشان ابقى لازم اعدي على حاجة، فالحاجة دي معمودية. هل هي في الترتيب نفسه والطقس ولا هي حياة؟ في نفس اللحظة ولا هي حياة ولا ليها هي مراحل. وكأني بمتنع حتى عن مصدر الحياة ده، بوقف في حتة تاني ما فيهاش أي حياة بالظبط، واطلع تاني بطبيعة تانية. أنا هل حصل كل ده في اليوم البداية؟ إذن ليها بداية، ليها بداية. فحياة المسيح توضح إن تمم طقس بعد كده طلع برية. عايز يقول لنا هو الموضوع طريق، بدايته أنا بعلن لك أنت بالجسد محتاج تنزل في مادة، وبقول هذا هو ابن الحبيب، بس مش كل الناس سمعت بودنها هذا هو ابن الحبيب الذي بيسر، وموضوع يطول شرحه. أنا لو من البداية ما عنديش النية أطلع البرية، من البداية ربنا مش يقول هذا هو ابن الحبيب الذي بيسر، فمن البداية مش كل الناس فهمة
فمن البداية الفصح مش موجود، اللي هو نية العبور، مش من البداية الإنسان قرر إن مهما ربنا شرح له في العهد الجديد أو العهد القديم وكل حاجة هيشرحها له هيعيشها، فمن البداية لو أنا ما عنديش النية مهما ربنا طلب مني هنفذه، مهما طلب مني كرموز في العهد القديم وفي العهد الجديد، طالما النية دي مش موجودة فأنا مش هسمع هذا هو ابن الحبيب. يعني إيه اللي يسر الرأي اللي يرضي الله؟ إن الدبح والدم وطلوع برية. فلو محطوط في النية من البداية يا رب توصل النقطة دي. لو أنا واحد صادق من البداية زي الكنعانية ونازفة الدم، لو أنا صادق من جوه أنا عايز أوصل للإله ده ومهما ادهست تحت الناس وإيدي ورجلي بس هوصله، يعني هوصله، ده اللي بيفرح ربنا. نزفة الدم برضو كانت ذبيحة عارفة أنها تدهس بس مستمرة، المسيح كإنسان عارف أنه يطلع البرية بس مستمر. النية من البداية دي خلت الله يقول هذا ابن الحبيب الذي بيسررت. ليه سررت؟ لأنه قبل إطاعة الله بكل صدق، وقبل أنه هيضحي بكل شيء من البداية، وقبل عشان كده دبح مشيئته، ففي دم نزل فربنا فرح. ليه؟ بيعلن لله أنه مش عايز يحيى الحياة القديمة، بيقوله لا أنا هدبح الحيوان اللي جوايا. احنا لسه ما دخلناش في التفاصيل، ده العنوان سفر اللاويين كله بيقول أن الإنسان مولود حيوان بطبيعة حيوانية، وحسب مظاهر هذا العالم وحسب الناس حسب الموضة كل حاجة احنا عبيد لأشياء ومش دريانين. الموضة بتقول كده، زي واحدة مدام بتقول انت مش عايزني ألبس حسب الموضة، طلع انت بتتكلمي كأن الموضة دي إله وإنجيل، انت مش عايزني أعيش حسب الموضة، عايزني أبقى متخلفة. بقول لها انت بتقولي ايه؟ انت مش دريانة بتقولي ايه؟ انت كأنك بتتكلم عن حاجة مقدسة وهي مش حاسة. انت مش عايزني أعيش حسب الموضة هبقى متخلفة. طلع متخلفة ايه وذكية ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انت هي الموضة، هي إله، هي العالم، الناس، رد فعل الناس، نظرة الناس بقت هي الحياة. ايوه مش خطية ومش نبقى مبهدلين، لكن تبقى الحياة انت عايشة عشان كده ومشغولة بكده. ده الملكوت بتاعك، يعني بيقولوا اطلب، ده الملكوت اللي انت بتفكري فيه ومشغولة بيه وبلا انقطاع. ازاي ترضي الناس؟ يعني انت ما فيش ولا ذبيحة حصلت في حياتك، انت عايشة بكده وده الدم القديم اللي عايش. الفكرة نفسها مش واضحة للناس، السفر كامل اللي احنا مدبسينه مش واضح للناس. السفر كامل الله عمال يقول لنا من العهد القديم، علشان ندخل عهد جديد لازم اكون فهمت العهد القديم، اعد طريق ان انا عديت. لان ما ينفعش لو انا ما عدتش على العهد القديم، الف بعض الشر يعني مسيحيين عاشت وماتت مش فاهم حاجة، انا لو ما عدتش على يوحنا المعمدان مش هقدر اوصل هدخل على المسيح. علشان ندخل عهد جديد لازم اكون فهمت العهد القديم، اعد طريق ان انا عديت. لان ما ينفعش لو انا ما عدتش على العهد القديم، الف بعض الشر يعني مسيحيين عاشت وماتت مش فاهم حاجه، انا لو ما عدتش على يوحنا المعمدان مش هقدر اوصل هدخل على المسيح. علشان ندخل عهد جديد لازم اكون فهمت العهد القديم، اعد طريق ان انا عديت. لان ما ينفعش لو انا ما عدتش على العهد القديم، الف بعض الشر يعني مسيحيين عاشت وماتت مش فاهم حاجه، انا لو ما عدتش على يوحنا المعمدان مش هقدر اوصل هدخل على المسيح. ده شليون بعد الشر على الناس. إن السؤال اللي كنت بسأله زمان من ألف سؤال، وأبونا دايما يقولي أنت بتسأل أسئلة غريبة، بقوله ليه تزامن معمودية يوحنا المعمدان مع المسيح؟ ما كان يخلي يوحنا المعمدان زمان جه من 200 300 500 سنة والنبي عظيم، وبعد كده جه المسيح والإنجيل بيتكلم عن المسيح بس، ليه تزامن الاثنين؟ وإيه معمودية يوحنا ومعمودية المسيح؟ وهل المسيح اتعمد معمودية يوحنا ولا اتعمد معمودية المسيح؟ فكنت أنا في الكلية أبونا بيقولي بتقول إيه أنت؟ بقول السيد المسيح اتعمد أي معمودية؟ اتعمد معمودية يوحنا. قلت له خلاص يبقى أنا مفروض اتعمد زي ما هو اتعمد، بس أنا كنت بسأل ومش فاهم يعني أنا أعمل إيه؟ طب ليه المسيح بعد ما خلى تلاميذه وزي علمهم ودربهم وابتدوا يعمدوا، وفي إنجيل يوحنا يقول لك وكان يسوع أيضا يعمد، مع أن يسوع لم يعمد أحد لكن تلاميذه، طب إيه اللغز ده؟ ليه تزامن معموديتان؟ أكيد طبعا كلكم فاهمين الحتة دي. مش ينفع تدخل على معمودية المسيح ولا معمودية؟ برافو علي، مش ممكن أدخل في معمودية المسيح غير معمودية يوحنا. طب معناها إيه عملي؟ تنقية بعد كده
يعني في مرحلة قبل مرحلة. إيه المرحلة عملياً اللي لو ما عبرتهاش مش هينفع أدخل في الماء؟ إيه تعمدت خلاص بيت مسيحي وأمنت طب إيه معمودية يوحنا؟ ما كانت في الأيام دي وكانت حصلت صدفة معمودية متعمد فإحنا الوقت نتعمد معمودية المسيح. طب المسيح اتعمد معمودية يوحنا، مفروض أنا أتعمد كمان معمودية يوحنا؟ لا دي كانت صدفة أهو جت كده ما تدقش. أيوة طب إيه المغزى يعني؟ موت الإنسان عتيب وفي العهد الجديد برضو مستمر موتا. ما هي كعنوان عريض كل ذبائح العهد القديم كله. ما هي المعمودية يوحنا المعمدان اللي هو بيربط العهد القديم بالجديد، ان بيقول لي بص على العهد القديم كله لازم تعيشه، ممكن يتعاش في شهر او في سنة، بس لازم تعبر المرحلة دي عشان تدخل موت حقيقي اللي هو موت المسيح. معمودية هو قبولي ان انا اموت وادفن عن اشياء ويحصل استمرار في الحياة دي عشان يبقى في قيامة من قبر الجسد، وبعد كده هصطبغ بالقيامة بصورة المسيح بالتدريج. ده ككلمة معمودية. معمودية يوحنا اللي هي أعد الطريق اللي هي التهيئة. أنا كمان مش هقدر أبتدي أعيش حياة المسيح غير بالبداية اللي هو التهيئة، اللي هو إيه؟ فترة الأول أقعد أفكر، أكون صادق وعندي النية، أبحث عنه زي موسى الأسود قاعد يبحث عنه وصل لوادي النطرون وراح كل ده هو لسه في العهد القديم. لو ما مرش بالفترة دي في حياته هيبتدي إزاي يجاهد أصلا؟ هو أصلا ما عداش على عهد قديم. تاني، عشان أبتدي أتبع المسيح بجد وبصدق ويتولد فيا لازم أكون من الأول أنا ببحث عنه، والبحث ده مش كلمة وخلاص، لازم أكون فعلا بازل وعندي النية وصادق. ولو أي حاجة هتعطل عشان أبتدي أدخل من الباب أنا لسه قبل الباب، يعني العهد القديم ده هو قبل الباب. لكن لو أنا ما مرتش بيه زي إيه؟ يوحنا المعمدان عمال يصفل للناس وقعد اتنبح زوره شهور، لما الناس ابتدت تقبل وجات وها يا عم بتبيع إيه أنت؟ عايزين نشوف يعني إيه تجارتك إيه؟ اقتنعت وكل ده، بعد ما وافقت ده هيهيئها تتبع المسيح. ما لازم الأول في فترة اللي هي أنا من جوايا عندي رغبة في البحث عنه ومستعد لأي شيء عشان بس أوصل لنقطة البداية. في ناس ما عدتش على معمودية يوحنا اللي هي في غسيل في الوقت ده، يعني موسى الأسود كان قتل قتلة، أعتقد كل الناس عارفة موسى الأسود كان قتل قتلة، نقول له ابتدي عهد جديد ده يبقى واحد مش فاهم حاجة، روح اتعمد يبقى ما حدش فاهم حاجة. لو هو من جواه ما ابتداش يفكر مين الإله ده وازاي اوصل له ويا ترى مين الناس اللي تعلمني، ومهما كانت في صحراء والدنيا حر اروح لهم، هو كده لسه هو بدأ عهد قديم بتفكيره ان مين الإله ده، وابتدى يمشي هو لسه في العهد القديم، بس هو كان بيتعمد معمودية يوحنا. معمودية التوبة هو لسه مش مسيحي، هو لسه ما ابتداش يدخل من الباب، بس المرحلة دي لو ما عبرهاش مش هيقدر يبتدي عهد جديد. أعتقد كده وصلت. مش كل الناس، مش أنا عشان مولود مسيحي إذا أنا عبرت على عهد قديم ودخلت في عهد جديد، ما حصلش، لأن أنا ماليش فضل. هو ليه حكمة أنا ما عرفهاش، ما أبعد أحكامه، ليه ما خلقنيش بوذي، ليه ما خلقنيش يهودي، هو ليه حكمة. احنا مش ده الموضوع. انا دلوقتي مولود مش لاني وعمدوني هو طفل انا مسيحي، لا، في حاجات لازم اعيش العهد القديم، في ذبائح لازم اعدي عليها، لازم في حاجات تموت فيا بكامل ارادتي ابحث واسال. انا لسه ما ابتديتش، انا ممكن اقعد اسال شهر، ابتدي ابحث عن الله سنه، ابتدي ازاي، اعمل ايه، 1 2 3. انت عملت كده يبقى انت كده بتتعمد مع معمودية يوحنا، يعني انت كده بتعبر العهد القديم عشان تدخل عهد جديد، انت كده بتتهيأ. صدق الانسان ونيته تماما واستمراره في البحث عن الله كده فعلا كده سمع لصفير يوحنا المعمدان وابتدى يتوجه ليه. يوحنا ده مش هيعمده عن طريق واحد، ابونا، كنيسة، كل ده بتجاوب معاه. وبعد كده برجع للصفير، ده ما قبل السفر برضه، ما في سفرين، في السفر اللي هو من العهد القديم عشان ادخل العهد الجديد، ومن العهد الجديد ابتدي امشي عشان اوصل للقيامه، ده السفر بتاع ادم
اللي هو نقي جدا ولا أفهم الخطية. لا أنا البداية خالص لا أنا بعيد عن الموضوع ده خالص، لا أفهم الخطية إزاي، أنا مغروس في الخطية وضعيف جدا. لكن الفترة دي هي فترة مش طويلة، عشان كده جه يوحنا المعمدان صفحة صفحة 4-5 سطور، لأن فعلا الفترة دي ما بتطولش. بس لو ما عدناش عليها صدق كامل مش هينفع عهد جديد في حياتي. بناء على إيه عهد جديد؟ كلمة جديد يعني إيه؟ يعني أنا كانت حاجة قديمة وبجددها. طب لو الحاجة دي مش موجودة أنا بجدد إيه؟ إذن لازم يبقى في حاجة بجددها. وضحت الحتة دي؟ إيه هو العهد الجديد ويعني كلمة عهد؟ أنا فعلا بتعهد لله بحاجات معينة. العهد القديم في شيء اتكون قديم، العهد الجديد أنا بجدده. والعهد ان انا بطلب من الله بقول له فعلا انا ببحث عنك بصدق، انا بتعهد لك ان انا مش هسيبك يعني عشان اوصل لك. كل ده لسه ما وصلتش للباب البدايه، بس انا لو ما بحثتش اصلا هعدي ازاي من باب البدايه؟ فدي اعد الطريق ان انا بسال 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 وبسال، مش ان ما اروحش الجحيم والله ما يكونش ليه علاقه بيا. انا بسال ازاي الهدف والعريس والكمال ويعني حبيبي ليه وانا له، العلاقه اللي هي الكمال الامتلاء ازاي. ففي البدايه انا بسال، والقديسين دول عاشوا ازاي، يعني التلات فتيه دخلوا في النار ايه، الصوره والطبيعه دي وإلي انشغالي بالاستمرار ده، ده اللي هيوصلني للبدايه الصح وصدقي ونيتي بجد ان اعبر وبتصاعد. ده ما قبل البدايه. لما بني اسرائيل وافقوا قال لهم طب هاتوا الخروف واذبحوا الدم، في حاجات بقى بعد كده لازم انا ابتدي اعملها. لكن لو ما مرش الانسان بصدقه وهي ده زي ما الدنيا ماشيه، ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها زي الدنيا ماشيه، يبقى انت مالكش فضل، الدنيا هي اللي مشتك. ده ما ينفعش، لازم الطريق بكامل ارادتك انت تمشي تبحث عنه. أقوم وأطوف زي ما في نشيد الأنشاد اللي هو السفر اللي هو مش معمول بين الزوج والزوجة وشهر العسل. في ناس قالوا لي كده نشيد الأنشاد ده شهر العسل. أيوة طب حولك 60 جبار كلهم حاملين سيوف، شهر العسل هنتخنق بسيوف؟ ده هو بيتكلم عن إني أقوم وأطوف في الشوارع في شهر العسل، بيشحطوا ورا بقى، بيدوروا على بقى، تاهوا، راحوا الغردقة في بحجز فتاهوا من بقى. هي بتقول إني أقوم وأطوف في الشوارع وفي الأسواق أبحث عن من تحب نفسه، مش معقول شهر عسل تاهين عن بعض يعني، وحرب ورجوع وعمال يخبط على الباب وهي مش قادرة تدخل، وغسلت رجليا، ده مش شهر عسل خالص، أنا مش شايفه شهر عسل يعني. علوم كل واحد بينظر بالنظرة دي، نفس بتدور على عريسها باستمرار باستمرار. فكده هي كانت صادقة في بحثها عنه، ده خلى ربنا يبتدي فعلا يبتدي يجذبها عن طريق يوحنا المعمدان او عن طريق اي حد، لانها فعلا عبرت العهد القديم بالصدق. في حاجه اتذبحت فيها البدايه، مشيئتها ورغبتها في عدم استمرارها في الحياه القديمه. وصلت ولا مش واضحه؟ ده عشان كده تزامن المعموديتان. انا محتاج غسيل مخ، معمودية يوحنا المعمدان في غسيل مخ في البداية، نفوخي محتاج يتغسل عن الحياة والدنيا وان انا ابقى زي الناس. ده كده انا بنتقل من عهد العهد، بس لازم اعدي على المرحلة دي. وبعديها ابدأ ادور، ما انا بدور بصدق. دي معمودية يوحنا. طيب. الله يبتدي يجذبني، ما انا سلمني للعريس، يوحنا المعمدان سلمني للعريس، المسيح هيمشي بي بقى. هي معمودية يأتي بعد اللي عمدكم بالروح القدس ونار. هيبتدي يتولد. طالما انت اثبتت نيتك وبتدور عليه وصادق وحصل لك غسيل مخ، الله بيغسل لي مخي في الوقت ده، بينقيني. هيبتدي يستلمني بقى، هيبتدي يفهمني اعمل ايه عشان يبتدي يتولد فيا بجد، اللي هو التغيير الحقيقي فيا، تكويني يبتدي يتغير، ان انا اتلاشى، أوضع نفسي، أهلك نفسي، السنة الخارجي يفنى، هو يبتدي يولد. فكرة النار. النار، برافو عليك. في حاجات عمالة بقى تتحرق، دخلنا في مرحلة مش غسيل مخ، لا، حاجة فناء شيء وولدت هو. في شروط لازم كل شوية ما أترك، والبذرة مدفونة 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 مدفونة. هو ده بقى العهد الجديد، هو يوجد فيا وأنا أتلاشى لغاية لما أحيا لأنا، ده المسيح الذي يوجد فيا. براحتكم، احنا لسه ما ابتديناش الموضوع. ها
التقطيع والأكارع والثور بيبقى في وسط المذبح، الخروف على الشرق، آسف الخروف من ناحية الشمال، أما الطير على الشرق يعني من ناحية الشرق. من اللي آسف اتأخرت النهاردة مكسوف. بصوا يا جماعة، مش هتسمعوا الموضوع ده بهذا العمق من غير بلخهان. يعني أنا موضوع الذبائح ده أنا درسته مرارا كثيرة وقلبت في كتب كثيرة قوي، بس لا يمكن يعني 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 تتلامسوا معاه بشكل حقيقي وتبقى عارف تطبق بشكل عملي اللي بتقراه غير مع واحد عاش هذا الكلام. فتعالوا بكرة نيجي على 5، بس نبدأ 5، متفقين؟ طيب تعالوا نختم كده، نقف كلنا ونختم بالصلاة. يا رب نشكرك، نشكرك على كل ترتيب انت رتبته من أجلنا. يا رب شرعت أن أكلمك وأنا تراب ورماد، لكن يا ربي أنت إله عجيب، كل ترتيباتك عجيبة، كل أعمالك عجيبة. مهما يا رب حاولنا نشكرك مش هنعرف نشكرك على إيه ولا إيه، لكن أنت فعلا يا رب إله عجيب. كل المصطلحات واللغويات يا رب مش هتقدر تعبر عن أي شيء من ترتيبك العجيب وخطتك وحبك وسعيك يا رب من قبل ما نتخلق، إزاي تحقق الهدف فينا وإزاي نبقى صورتك ومثالك. فعلت يا رب ما كنت تتمناه وكنت منتظر مننا نتجاوب معاك، لكن أنت كنت أمين وهتظل أمين، ضحيت بكل شيء حتى نفسك، ما خليتش شيء يا رب تقدمه أكتر من نفسك وما قدمتهوش. يا رب احنا مكسوفين ومش عارفين نوري لك وشنا منين، عقل الإنسان مش هيقدر يدرك التضحيات والإخلاء اللي انت أخليته، واحنا بغباوة وحماقة سنين ما قدرناش اللي انت عملته من أجلنا. افتح يا رب عيوننا بس على التقدمة اللي انت قدمتها لنا، افتح عيوننا يا رب على الإخلاء العجيب اللي انت قدمته لينا، افتح عيوننا يا رب على كم حبك اللي لا يمكن يدرك بالعقل، ولكن انت بس بالنعمة وبروحك انت نقدر نفهم، لأنك انت يا رب إله أزلي غير محدود، فتقدمتك كانت غير محدودة عجيبة لا يمكن أن توصف لمخلوقات ترابية غبية طبيعتها كلها حماقة، ومع كده حبتنا قبل ما نفكر في أي شيء، قبل ما نتخلق حبتنا. صعب يا رب العقل البشري يفهم يعني إيه تحب مخلوقات وتكون مستعد بالتضحيات دي لمخلوق أنت عارف هيكون ضال من أيام سدوم وعمورة ونوح ومستمر تضحي وبابك مفتوح. يا رب ما نستحقش أي شيء، أي شيء يا رب ما نستاهلهوش، ولكن أنت عجيب وعظيم في محبتك. سامحنا يا رب على الجهل اللي احنا كنا عايشين فيه، سامحنا على حماقتنا، رفضنا للحب والشبع اللي انت مقدمه لينا بغباوة. احنا ما زلنا نبحث عن شبع الطبيعة بتاعتنا المادي زي الخرنوب، وما جربناش ندوقك حتى زي ما الكتاب بيقول حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين.
العرض والطول والعمق والعلو. ادينا يا رب نجرب اللي جربوه القديسين اللي بعد ما دقوك اكتشفوا ان كل شيء نفاية، اللي كانوا فاكرينه ربح، اللي كانوا مخدوعين ان ربح اكتشفوه ان نفاية. ادينا نختبر الاختبار اللي اختبره القديس بولس واللي اختبروه القديسين اللي الكتاب قال عنهم تائهين في البراري والكفار وشكوك الارض معتزين ومقربين. ادينا نختبر يا رب اختبارات اللي اختبرها إليا وأليشع ودانيال ويوحنا المعمدان 30 سنة اللي كان عايش في الملك نفسه الملكوتك اللي انت كنت بتنادي بيه. أرجوك يا رب ادينا نختبرك نحس بيك، اجذبنا يا رب بكل الرباطات اللي انت شايفها تنفعنا وتفيدنا. أرجوك يا رب افتح لنا الباب ندخل. أرجوك يا رب إن كانت إرادتنا صادقة لكن ضعيفة أنت يا رب قومها، شدتنا يا رب هنعمل زي الكنعانية، هنظل نصرخ لك ومش هنسيبك. ادينا بس النعمة إن احنا نتشدد شوية حتى يا رب لو احنا مش شايفينك نلمس هود بسوبك أي شيء، زي ما الكتاب بيقول حتى ورق الشجر لشفاء الأمم، أي شيء ظل منك نتمسك بيه. أرجوك يا رب شدت عزيمتنا لأن احنا يا رب تكسلنا كتير جدا واستسلمنا للطبيعة الحيوانية اللي جوانا. أرجوك يا رب ارحمنا، أصرخ فينا وفي أرواحنا ان احنا نفوق ونستيقظ من العمى والموت اللي احنا كنا فيه. تراقف علينا يا رب أرجوك واسمع صراخ أولادك. نشكرك يا رب لأنك كنت حاضر، نشكرك يا رب على أولادك اللي فعلا صادقين وطالبين نعمتك ووجهك يا رب، طلبنا وجهك، وجهك نلتمس، لا تحجب وجهك عنا يا رب. نشكرك، نشكرك يا رب على كل حال، نشكرك يا رب على كل عمل بتعمله. بارك يا رب وكمل الأيام وازرع يا رب الحق في أولادك، ليك كل المجد يا رب. Kiss for